مكملين علي لطفي. ده علي لطفي، هات لي بقى علي لطفي، لان علي لطفي من اللعيبه بصراحه اللي كان عليهم ضغوط كبيره جدا جدا. غياب الشناوي، تواجد علي لطفي، كانت موجوده الثقه من جماهير النادي الاهلي، وده لعيب دولي ولعيب منتخبات ولعيب كبير وحارس ممتاز. مبروك يا علي، ضغوط كانت كبيره عليك قبل المباراه، لكن مع ذلك خلال المباراه لعبت ماتش كبير جدا وشلت كوره بعد الهدف بتاعنا في توقيت مهم قوي خليتنا محافظين على الهدف. أنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب بتاع النهارده، وبشكرك طبعا على الكلام الجميل يا أميرة اللي أنت قلته، وبشكر زمايلي طبعا على الروح والإصرار اللي كانوا في الملعب النهارده. احنا قعدنا مع بعض كتير واتفقنا إن احنا إن شاء الله مش هنبخل أي نقطة عرق عندنا، فالحمد لله قدرنا نحقق مكسب مهم، وان شاء الله دي اول خطوه، ولسه بدري ولسه في ماتشات جايه، فان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه يعني. علي، انا عارف العلاقه ما بينك وبين الشناوي علاقه ممتازه، اكيد الشناوي تواصل معاك قبل الماتش، احكي لي اللي حصل، الكواليس كانت ايه؟ لا اكيد طبعا الشناوي، حتى انا كنت انا بكلمه بعد الاصابه على طول، قعدنا نتكلم مع بعض شويه، وبعد كده هو كلمني قبل الماتش قال لي ان شاء الله تعمل ماتش كويس، الناس كلها عندها ثقه فيك وانا عندي ثقه فيك كبيره جدا، انت بتتمرن بشكل كويس وده حقك ان انت تكون موجود دلوقتي، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهبارك لك ان شاء الله بعد الماتش. ان شاء الله الف مليون مبروك يا علي، منتظرين منك المزيد، وان شاء الله تجيبوا لنا ميداليه حلوه ان شاء الله باذن الله. شكرا.